السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام، متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس أفريقيا تحت 23 سنة بإذن الله تعالى، بداية من يوم، أو بمعنى صح المباراتين في نفس اليوم، يوم الثلاثاء القادم 4/7/2023. متابعين الكرام، منتخب مصر تصدر مجموعاته المجموعة الثانية ويواجه منتخب غينيا يوم الثلاثاء الساعة 8 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة ميعادها الساعة 7 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 6 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 5 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا، والساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات سلطنة عمان. قناة نقل المباراة قناة بي ان سبورتس اتش دي 4 الرابعة أو بي ان سبورتس اتش دي 3 التالتة. أما منتخب المغرب فيواجه منتخب مالي في نفس اليوم الثلاثاء 4/7/2023، ولكن الساعة 11 مساء توقيت مصر ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، والساعة 9 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا، والساعة 10 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 12 ومنتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. والقناة ناقلة أيضا قناة بي إن سبورتس اتش دي 4 الرابعة وبي إن سبورتس اتش دي 3 التالتة، واحدة منهم يعني. كذلك قناة المغربية الأرضية هتذيع المباراة أو المباراتين يعني، لأن المباريات أصلا في المغرب. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.